يا حبيبي بشكرك، بشكر كل إنسان وكل نفس، وما بعرف مين بالشكر تدوم النعم. كتاب جديد قريبا بكون على الموقع بالإنجليزي. Thank you. نحكي بالعربي. شكرا. نعم، كل عدو له صديق، وكل صديق له عدو. انتبه، شوف شو حلو. كل صالح عنده عدو أو أعداء، كلها من علامات الولاية الإزاية، بده يأذوك. يا الله، إذا تخرق ثوب الفقير انفتح قلبه. مش الفقير المادي، الفقير اللي استغنى عن غنى الدنيا كلها، عاشق ما عنده كبد، ما بقى فرقت معه كيف يصير ميت وكفن ثيابه. خرق العادات، هذا هو الفقير. خير عادة أن لا تعتاد ولا على أي عادة. خذ من أموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم فيها. آخ، بلقيت مرة كان في حديث وكان المعلم وكنا وأنا منه، قلت له أنت بلقيت، أنا جولدن جيت. الأموال اللي بدكم تفتحوا فيها محطات وهيك بدكم تسبوا بالعرب. قال لي ما هني بربر يعني هيك. قلت له لا، هني إنسان بسببنا صاروا بربرية وهمجية. العالم كله عيلة وحدة، كلها الكرة الأرضية ما فيها خريطة، ما في مسلم مسيحي يهودي بودي كريشنا، ما في رجال ما في مرأة، هيدي الأجساد. بس في شيطان حطه الله بالإنسان تيقوينا، مش تيضعفنا، بس ضعفنا لأنه إغراءاته قوية. جاب المال، عمل بنك، هو قاعد على البنك عمل بنك. رابع رئيس جمهورية الوقت أمريكا، ما زال عملته بنك رابع، هلأ 44 تريليونز الدين. بيهددوني، أنا دايما بدي أدفع الضريبة. قلت له ما معي بقى أدفع ضريبة، اللي معي كلهم أعطيتهم. والله بيرزقني اللي رزقني نفس. قصة الحبيب وقت اللي راح لعند ستنا عائشة، شاركته بالريق ما شاركته بالعرق، هيدا علم مهم كتير، وبتقروا عنه إذا بدكم، وأنتوا اللي بتعرفوا. خبت 5 دنانير. إذا عائشة خافت، مريم شو بتعمل؟ قال له بدك وجه الله ب5 دنانير؟ يلي أعطاك النفس اليوم بيعطيك النفس بكرة، ويلي أعطاك الخبز بيعطيك الخبز. يكون عندك ثقة بالثقة، تراست إن تراست. نعم، هيدا البيت وهي السكينة. نحن بسكينة، نحن وياكم. كيف في واحد تاني معنا ما قدرت سجل معه حلقة واحدة؟ دخيلك قلت له فيلم. مش المهم تفهم الآلة، بدي تفهم هالآية. وقت اللي بتفهم آيتك بتفهم آيتي. We are not a virus. We are not a virus. We are a verse. A verse. نعم، فيروسة الخنازير والوزير والبشر. توترت فيه معه ابدا، ما بحب، ما فيني اقعد مع ناس ما عندهم سكينه. الحيوانات كلها عندها، الا اللي عملنا اليوم حبس وحطينا فيه جنينة الحيوانات، صار في عندهم كتير شذوذ الحيوانات بسببنا. والانسان اللي هو حقيقه رفع الميزان فيه واحترم الميزان، ما عنده اي شذوذ، بيعيش مثل الطبيعة مع الطبيعة كما أمركم الله. كم دقيقة بالنهار كونوا بصمت بسكينة. في طرق كتير خلق الخالق، طرق بعدد ما خلق من خلق. انت اختار الطريق اللي انت تعملها لنفسك. خذ بالنهار كم دقيقة ما تحكي حدا،
فوت على المحراب هون الباب، من هالباب بتفوت على السماوات كلها. تقول أنا وحدي هلا، فوت سكر بابك وفوت. ما نعمل جادجمنت. تتذكروا اللي عنده فرس وجا الملك قال له بده الملك يشتريها بتبيعوا اياها؟ قال له لا، هيدي بحبها مثل اولادي مش للبيع. تاني يوم ضاعت الفرس، ولك شفت لو بعتوا اياها ما كان احلى. قال له ما تقولوا هيك، قولوا له راحت الفرس. رجعت مع 10، معك حق معك حق. قال له ما تقولوا هيك يمكن. رجعت مع 10. قام ابنه عم بمرنهم لهال اللي اجوا معه هالمهر الصغير وهيك، وقع كسر اجره. ما تقول لي لو بعتها كان احلى. قال له ما تقولوا هيك، وقع ابنه وكسر اجره. بعد شوي اجوا كلهم، نيالك نيالك، ولادنا بقى تروح على الحرب، بس ابنك لانه كسر اجره ما بياخده. قولوا ابني ما رح يروح على الحرب، يمكن ابني يموت بالفرشه وابنكم يرجع. وهيك منضل جادجمنت 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 لتكن مشيئتك. واهتزت الاكوان سكينه. هلا خلص، قلت له قوم روح دخيلك. حضرته تقيله، تعطلت الانترنت بوجوده، اجاني تهديد اكثر من تليفون. ما فيني اقول لكم شو صار فيي كلها. قلت لهم روح، منكم بحاجه تعيشوا مع ناس عم بيغلي فيهم الطاقه السلبيه. حبوهم ساعدوهم، بس ما تكونوا معهم. ساندوه فهموه، شوف كيف فيك تساعده، بس ما فيك تكون معه. قل لي من تعاشر اقول لك من انت. عم بشوفكم كلكم بهالنور اللي طالع من هالكاميرا. قال اجا واحد على البيت وشاف مرته مع رجال، قال له هيدي الكاميرا الخفيه ما تخاف. قال له سي خي صرت عملها معنا 3 مرات بهالجمعه، شوف غيرنا. هيك رجال بدو هيك مره وبدو هيك كاميرا خفيه. سأل الرجال لهالمرأة قال مين أحلى أنا أو جوزك؟ قالت له بتزعل إذا بقول لك؟ قال لا. قالت له جوزي. طلع من تحت التخت، قال له أصيلة أنت أصيلة. النكتة حلوة لو قلتها قد ما قلتها بضل أتذكرك. إنه كل النكت حول العالم مثل بعضهم، على الحما وعلى الكنة وعلى الخيانة. قال له مرتي خاينة كثير. قال له شو عرفك؟ قال له قالت لي إنه هي راحت عند أختها أليس إلى يومين، بس أليس كانت معي ولا يومين. خاينة دايما، المرأة خاينة والمرأة أرملة والمرأة، بس الرجال لا، ما بيقولوا الأرمل، هي الأرملة، هي الزانية، هي الخاينة. نائبة يعني مصيبة. اللغة العربية ظلمت المرأة، مشان هيك المرأة اليوم بتشوفوها أنه عم تتحدى الرجال وفاتت على الشغل وبدها تطلع رئيس الجمهورية. بقى تعملك بقى تعملك بقى تعملك أنه أنا ماني مرأة. لا أنت مرأة ولا هو رجل، هي طاقة، ومن كل شيء ذكر وأنثى. تاني جسد لا، 50-50 نور من نور، بس هيدا كومبوست تراب. مشان هيك البشعين هن اللي عملوا عمليات تجميل، عمليات التجميل هيدي سمون وور دكتورز، اطباء الحرب. شوهوا وبلشوا يعملوا، لا بدي حرب ولا بدي تشوه وخلقه كامله نعمه زايده. وهاللي بتسموها حضاره ما لها علاقه بالحضاره. قال لهم حلوه الحضاره، مين بدي يبلش فيها؟ فإذا في شيطان وفي إنسان،
وفي شيطان رحماني وشيطان رجماني، انت وين بدك تكون؟ من عمل مثقال ذرة خير او ذرة شر؟ عندك خيار، الحيوانات ما عندها خيار، بريدكتبل، هون بتخلف هون هيك هون بتموت. في قصة حلوة وحقيقة، ياباني عم بيشوف واحد عم بيهد الحائط، لقى في حيوان صغير هيك حرباية في مقجرة مسمار، وفي حرباية تانية بتجيب لها أكل. تعجب، هالحيوان أرحم من الإنسان، هي ما فيها تروح فيها مسمار، كل مرة بتجيب لها أكل وبعدها عايشة. من أجمل الصور اللي صورون وفرجونا إياهم. قال يا الله شو هالدرس، فيني حب مثل الحيوانات اللي عم بتحب بعضها؟ بس لو ما بتحب نفسها هيديك الحربية ما عرفت إنه هيدي ما فيها تمشي لأنه فيها مسمار، ما فيها تشيل المسمار، فيها تجيب لها أكل. عشان هيك الطبيعة بعدها طبيعية، ما بيعرفوا جهنم وجنة وسماء، عايشين بالجنة الطبيعية، تناغم الفصول كلها، تناغم الحيوانات. الأسد بياكل لحمة كارنيفور كله، والكلب بس بيترك أكل لغيره، والكلب بقش زلع بلع. نحن لا، مضغ، انتبهوا نمضغ وناكل عمهلنا. هالمضغ كتاب اسمه بالم هيلينج لميت شكوشي، سر المضغ كيف بيغير الجسد كله. وقت بتحطوا مي بتمكن قالوا مضغوا المي، مضمضة. كل واحد منا الكتاب خير جليس، وهيدا كتاب الله الحي والمقروء والمنظور. نقعد مع بعضنا يوميا هيك ربع ساعة، النص ساعة طويلة وعلي وعليكم، وحي نص ساعة التلفزيون، ربع ساعة معكم حق، خليها تفوت على اليوتيوب، تفوت وين ما كان. كمان هيدا نحنا، مش بس اخوتنا بالروح، كلنا اخو بالروح، وكلنا عن انسان عدو ما يجهل، ضحية الجهل. ما بقى بدي أكون ضحية الجهل، I want to be a victor not a victim. بشكر الرئيس اللي قال بعيد الأضحى ما حدا يضحي، ذبح، كل واحد يزرع شجرة. أمنا الأرض رح تموت، ما فيها بقى الضاين، شلنا منها المي والبترول والحجار يلي هن دماغها ومية ودمها ولحمة وعظمة. وعندك الكتاب خير جليس، إنجليزي عربي، كل الكتب على هالموقع بتوقع وبترتفع. اللي وقع بالحب ما ارتفع بالحب، ترتفع بالمحبة بالرحمة، وسعت كل شيء. المحبة الله، والله المحبة. God is love, love is God. If God is love, God is hate, but love is God. والرحمة وسعت كل شيء، وأعلى درجات ومستويات الصلاة والصلة والتواصل.